قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشياطين تدفع الكافرين إلى معصية الله دفعا. الله سبحانه وتعالى لم يترك لنا في القرآن لا مثل ولا توضيح إلا وضحه لنا ليعظنا ويوجهنا إلى الحق ويحررنا من العبودية لغيره سبحانه وتعالى. فسعادة الإنسان بالتحرر، التحرر الصحيح الذي يتحرر فيه من شياطين الإنس والجن ويكون عبدا لله تبارك وتعالى. فمن جملة ما بين لنا سبحانه وتعالى عندما ذكر عن الشيطان وكيف يخطب بجماعته في جهنم، يقف الشيطان خطيبا فيقول لهم بعد أن يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فالشيطان يدعو جنده ليكونوا من أصحاب السعير فيستجيبون له، وإذا استجابوا له يدفعهم دفعا بشدة فيندفعون كأنهم يحاربون عن أمر هام يحقق لهم الخير في الدنيا، وهو لا يحقق لهم إلا الشر والفساد في الدنيا والجحيم في الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نعم، بهذه الآيات المختصرة يبين الله لنا وضع الكفار مع الشياطين، وهو أمر خطير ينبغي أن يهتم به كل إنسان يريد أن يستعمل عقله وينجو بنفسه في الدنيا والآخرة. ألم ترى، أي ألم تعلم علما أيها المتلقي لخطابنا، ألم تعلم علما يقينيا، علما واضحا كأنه رؤية حقيقية بصرية، أن نرسل الشياطين مسلطين على الكافرين. طبعا مسلطين، الشيطان لم يجبر الكافر على طاعته، ولكن هو عنده استعداد، مجرد ما يقول له افعل كما ذكرت قبل قليل: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. فيرسل الشياطين مسلطين على الكافرين لأنهم خرجوا عن أمر الله وعزموا على طاعة غير الله، فجاءهم الشيطان يأمرهم فيطيعونه. مسلطين على الكافرين تغريهم الشياطين وتدفعهم دفعا، تهيجهم هياجا ليعصوا الله. كثير من الناس أيها الإخوة عندما تقول له إن الله يأمر بكذا وكذا ينزعج، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذا ذكرت الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ينزعجوا. وإذا ذكرت غير الله تبارك وتعالى وإذا بهم تنشرح صدورهم ويفتحون قلوبهم. لماذا؟ لأنهم استعدوا لطاعة غير الله ولم يتحرروا عن العبودية لغير الله. فتأتي الشيطان فتهيجهم وتدفعهم دفعة وينطلقون في معصية الله وفي الوقوف في وجه دعوة الحق كأنهم لا يهدأ لهم بال ولا يرتاحون إلا أن يدفعوا الحق. تراهم يجتمعون ويتظاهرون ويقتلون ويضربون وكذا من أجل أن
يبطل الحق ويبعد الناس عن الحق، ولكن ربنا تبارك وتعالى يقول فلا تعجل عليهم، يعني اصبر. نتيجة الفساد إلى خسران في الدنيا قبل الآخرة. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، نحصي أعمارهم أو أعمالهم نحصيها عليهم وتسجل عليهم، فلا تفريط ولا تأخير، وسيعاقبون ويجازون عليها. يوم نحشر المتقين وفدا، وفدا مكرما. الوفد عندما تقول جاءنا وفد، يكرم هذا الوفد وينزل بالمنزل الحسن وكذا. يوم نحشر المتقين وفدا، يعني نحشرهم ركبانا. الوفد يأتي الراكب، الركب ركبان، إلى مكرمين إلى الجنة. ونسوق المجرمين، المجرمون الذين كانوا أتباع الشياطين ولم يكونوا يوما ما مع فطرهم، التي الفطرة الإنسان لا تريد أن تكون خاضعة لغيرها من المخلوقات، تريد أن تخضع للخالق، لأن الخالق هو الذي خلقها وهو أدرى بمصالحها. فهؤلاء الذين أجرموا وتركوا طاعة الله وأطاعوا المخلوق سيساقون سوقا مع الذلة والمهانة. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الورد العطاش، يسوقهم الله تبارك وتعالى إلى جهنم عطاش. قبل أن يدخلوا النار يكونوا عطشانين، فكيف إذا دخلوا النار والعياذ بالله تعالى. فالذي يصبر أيها الناس، الذي يصبر على حر النار في الدنيا، نار بني آدم التي يقدون عليها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، الذي يصبر عليها فليصبر على نار الآخرة وليتحمل. أما الإنسان العاقل الذي يعقل ويعرف نفسه ويعرف مصالحه، يتقي الله ويطيع الله وحده ويتحرر عن العبودية لغيره، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.